ويعد مشروع توشكا المشروع الأهم ضمن مشروعات مصر الزراعية القومية بما يضيفه للاقتصاد من منتجات زراعية واستراتيجية وازداد حجم الاستصلاح بمشروع توشكا بمعدل 150 ألف فدان سنويا حيث يستهدف الوصول إلى 4 ملايين فدان توفر العديد من المحاصيل الزراعية ها هو يحصد ثمار تعبه خمس سنوات مرت كان فيهم ناصر صاحب الواحد والثلاثين عاماً شاهداً على تحول هذه الأرض من صحراء جرداء إلى مشروع هو الأهم ضمن مشروعات الدولة الزراعية القومية عشت يعني خدت اللي تمن سنين في مصر شغال وكده بقيت أروح وأجي بس الشغلانة دي جاتني في 2019 ونزلت فيها والحياة يعني بقت تمشي معانا تمام هنا زي ما كانت الأرض صعبة كانت الحياة صعب وكل ما الأرض بتبقى فيها خير تبقى الحياة أسهل وشوية و... والدنيا بتبقى معانا تمام الفرق بين بين دلوقتي وبين ب... أول زيارة لسيادة الرئيس هنا كانت النخلة دي عبارة عن ثلاث ورقات من دولة شوف الفرق يعني ب... كانت ثلاث ورقات من دولة دلوقتي ما شاء الله النخلة دي أول أو ثاني ثاني طرح ليها فقد أصبح مشروع تشكا بالنسبة لناصر وزملائه مصدر أمن غذائي وفرصة عمل لا تأخذهم بعيدا عن أحضان أهلهم وبلدهم شغالين بنجمع البلح وبنفرز فرز أول بعد كده البلح ده بيخش على فرز ثاني بقى في المخازن أنا ببلدي شغال الأول كنت بسافر 17 ساعة و20 ساعة لكن هنا بلدي دي أربع ساعات بكون هنا وفي شغلي ما توقعناش ان تجيب الانتاج ده كله ده كل النخل والطرح جانا بدري والتلقاح بدري والموسم ما شاء الله يعني والارض دي ارض خير والحمد لله مشروع تشك عاد الى النور بما يقرب من 500 الف فدان من المنتجات الزراعيه مثل التمور المصريه والعربيه التي يصل عدد اصنافها الى 40 صنفا مختلف بالاضافه للمحاصيل الاستراتيجيه كالقمح وقصب السكر فضلاً عن عدد كبير من الفواكه والموالح والبطيخ والعنب والليمون والمانجو المستورد كالشيري والاستن والكنت الاصناف دي بتمتاز ان هي عندنا في ارض تشكة بتيجي في ميعاد مبكر فبالنسبه لنا احنا التسويق بتاعها بيكون احسن ان شاء الله تعالى متوقعين ان احنا في السنين اللي جايه هنزيد من المساحه المزروعه دي سواء في النخل او داخل الصوب الانتاجيه المتوقعه للفدان الواحد ما بتقلش عن 6 ل 8 طن بمواصفات ثمره ممتازه للتصدير او للتسويق المحلي اللي خمس يا فندم شغال فالليمون ده شغالين فيه اللي هو ليمون ده انا المره الليمون اللي هو قاعد على الشجر في الارض وبحطه في برانيك وبعود يجوا على المفرش مجفف ولا يكتمل العمل بدون رقابة صحية زراعية بالإضافة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية للرعاية للخروج بأفضل النتائج ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد يقوم أحد الباحثين بزيارة ميدانية كل شهر للتعرف على حالة المزرعة وإعطاء التوصيات اللازمة كل حسب تخصصه تحت توجيهات السيد الرئيس ان احنا نحول المنظومه كل المنظومات الورقيه لمنظومات الكترونيه تحول رقمي انا كل اللي كنت بسجله زمان في دفاتر دفتر يضيع يتقطع يحصل لي يقع عليه مياه اي حاجه احنا دلوقتي احنا في مزرعه ممكن الورقه تضيع تتقطع انما دلوقتي كل البيانات اللي انا محتاجها موجوده معايا هنا على الابلكيشن بتاع المزرعه انا دلوقتي اي عمليه تمت طبعا بتسجلها على السيستم طبعا كله بيتقري على الكيو ار كود اللي انا معايا الكيو ار كود زي الري تسميد رش لا قدر الله حصل اي امراض ولم يكن مشروع تشكا ليقوم من جديد لولا سواعد مصريين عزموا على شق الصخر وحفر الارض ليخرج لنا من وسط الصحراء شريان جديد للحياه مياه تجري وتسير داخل ترع جديده مبطنه بفعل محطات للكهرباء والمياه وطلمبات للرفع والضخ هذا المشروع هو المرحله الثالثه من مشروع تنميه جنوب, جنوب الوادي احنا دي المرحله الثالثه بتهدف لاستصلاح 100 الف فدان احنا قائمين باعمال البنيه التحتيه وتوصيل الميه لهذه ال 100,000 الف فدان دي ثالث مرحله فيها قمنا قبل كده بتسليم 200 الف فدان السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها وهم مزروعين فعلا واصعب مشكله بتقابلنا هنا هي التحديات اللوجستيه كنقل وخامات فاحنا الحمد لله قدرنا نتغلب على الموضوع ده بان احنا ننشئ محطات خرسانه موجوده في الموقع ومصنع طوب المصنع اللي بيصنع مواسير موجود في الموقع وطبعا برضو بالنسبه للعماله او المنبور اللي موجود في الموقع المنطقه طبعا منطقه نائيه وما فيش فابتدينا كتوجه شركه ان احنا نجيب عماله من الصعيد او من اسوان مدينة أبو سمبل المناطق المجاورة للمشروع وتأتي مشروعات التنمية الزراعية في إطار استراتيجية الدولة للتوسع الأفقي وازدادت نسبة الإصلاح بمشروع تشكا بمعدل 150 ألف فدان سنويا حيث تستهدف الوصول لأربعة ملايين فدان من المحاصيل الزراعية والأساسية من الحبوب كالقمح والذرة وزيادة حجم الرقعة المزروعة إلى 25% على مستوى الجمهورية بما يترتب عليها من آثار اقتصادية وديمغرافية واجتماعية مجهودات إحياء مشروع توشكا عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها يعد واحدا من المشروعات الهامة في استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها والذي يأتي ضمن خطة الدولة لسد الاحتياجات وتوفير الاستيراد وفتح أفاق تصديرية جديدة كريم بيبرس التلفزيون المصري